برحب بحضراتكم من جديد. والحقيقه النهارده في نهائي في دوري ابطال اوروبا كلنا مستنيينه، الناس كلها مستنيه تشوف باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. الجمهور الفرنسي يعني مبسوط جدا بانه باريس سان جيرمان اول فريق فرنسي يوصل لنهائي دوري ابطال اوروبا من ساعه موناكو في 2004، وباريس سان جيرمان اول مره يوصل الحقيقه نهائي دوري ابطال اوروبا في التاريخ، على عكس بايرن ميونخ اللي توج بالبطوله 5 مرات. الناس مستنيه ماتش خاص جدا بين امبابي مهاجم باريس سان جيرمان والفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونخ. الحقيقه الاثنين بيتميزوا بالسرعه بالقوه، من افضل المواهب الصاعده في العالم في كرة القدم. بايرن ميونخ مرشح من أغلب الناس إن هو اللي يفوز بالماتش ده، زي ما شفنا في التقارير، شفنا آراء الجماهير على السوشيال ميديا، هو المرشح من قبل الناس بشكل أكبر، لأنه محقق الحقيقة نتائج كويسة في البطولة، محقق موسم كويس، بيسعى إن هو يفوز بالثلاثية المحلية. لكن في نفس الوقت وجود لعيبة زي نيمار ومبابي وديماريا بيصعب الحقيقة المهمة برضو شوية على بايرن ميونخ. جوشوا كاميتش لاعب بايرن ميونخ قال في تصريح مهم جدا ان هم مش ناويين يكرروا اللي حصل مع جيل 2010. ايه اللي حصل مع جيل 2010؟ انه بايرن ميونخ في نهائي دوري ابطال اوروبا خسر في 2010 قدام انتر ميلان، جه في 2012 خسر من تشيلسي، 2013 كسب البطوله من بروسيا دورتموند، فقال احنا مش ناويين نوصل لكذا نهائي دوري ابطال اوروبا ونخسر لحد ما نكسب. وده بيدينا الحقيقه انه اللعيبه هتكون مركزه جدا من اول الماتش، من بدايته عايزين يحسموا الماتش بدري جدا. ده يعني اللي ممكن نقوله من تصريح اللاعب. هنتكلم اكتر على نهائي دوري ابطال اوروبا مع مداخله عبر سكايب مع ابيل ميزاروس الصحفي بموقع بونز ليجا. برحب بيك في برنامج السادسه. طيب احنا نروح دلوقتي نشوف فيديو جراف لحد ما نرجع للسكايب مره ثانيه ويكون جاهز. برحب بحضراتكم من جديد. هنحاول تاني نروح للسكايب نتكلم اكتر على نهائي دوري ابطال اوروبا، بس الحقيقه عايزين نتكلم على شويه احصائيات عن ليفاندوفسكي اللي الحقيقه بيتالق جدا بشكل كبير قوي، وعن برضو امبابي في باريس سان جيرمان. الحقيقه انه لو هنتكلم على الدوري المحلي، فليفاندوفسكي لعب 31 مباراه، قدر ان هو يجيب 34 هدف ويصنع 4 اهداف او اسيست، وكمان التمريرات كانت 782 تمريرة، ونسبة التمريرات تعتبر التمريرات 76%. أو لو هنتكلم على كيليان مبابي في الدوري، لعب لحد دلوقتي 20 مباراة وجاب أهداف 18 هدف، وصناعة الأهداف أو الأسيست كان 5 أهداف أو 5 أسيست، والتمريرات 661 وبنسبة 79%. لو هنروح لبطولة أوروبا دوري أبطال أوروبا، ليفاندوفسكي لعب 9 مباريات،
جاب 15 هدف، الاسيست 5، التمريرات 234، يعني نسبة التمريرات 80%. كيليان مبابي لعب 9 مباريات والأهداف 5 أهداف، صناعة الأهداف برضو أو الأسيست 5، التمريرات 249 بنسبة 82%، يعني فرق بسيط جدا 2% بينه وبين ليفاندوفسكي. لو على النواحي المهارية زي ما الاستاتستكس أو الإحصائيات بتقول إنه القدرة على إنهاء الهجمة 99% لليفاندوفسكي و89% لمبابي، الرأسيات 96% لليفاندوفسكي و52% لمبابي، والمراوغات 66% ليفاندوفسكي و76% مبابي. الحقيقه الماتش ده ماتش مهم جدا، زي ما قلنا الجمهور الفرنسي مستني ان هو يشوف فريق فرنسي في نهائي دوري ابطال اوروبا بيأدي اداء كبير. المباراه فيها منافسه عاليه جدا، احنا شفنا بايرن ميونخ كان عامل اداء قوي ونتائج قويه جدا، يمكن اقوى نتيجه كانت ماتش برشلونه 8-2. برشلونه قلنا من الاول جدا ان هو ضعيف، قلنا ان هو في اضعف حالاته يمكن، لكن مش لدرجه 8-2. 8-2 دي جت من خبره كبيره قوي لبايرن ميونخ، جت من اداء قوي قوي من بايرن ميونخ. الحقيقه يعني بنرفع القبعه لبايرن ميونخ الموسم ده، وعشان كده كان زي ما احمد بيقول انه يعني يمكن الكفه متساويه، بس الاغلب الناس بتتوقع فوز بايرن ميونخ. احنا شفنا سكور تقيل قوي في مباراه برشلونه بعدها، يعني اتشال فيها مدير فني وده كان لازم يتشال الحقيقه من فتره، لكن كان سكور تقيل لانه بايرن ميونخ كان عارف الحقيقه يسيطر على الماتش من اوله لاخره. احنا شفنا بعد الجون الخامس في برشلونه اللعيبه كانت مستسلمه تماما، وقلنا انه ده مش عيب بس على المدير الفني بتاع برشلونه، لكن كمان عيب على لعيبه في الملعب ليها اسم كبير ومش عارفه تتعامل مع مفروض عندها من الخبره اللي يخليها تتعامل انه على الاقل ما اطلعش بسكور زي 8-2. زي ما بدي البايرن ميونخ حقه وبقول انه الحقيقه مدرب عامل شغل عالي قوي، عامل فيه مستوى عالي مع اللعيبه الحقيقه، وان هو الفريق كله نجم، مش هطلع نجم واحد بس في الفريق، الفريق كله نجم فريق بايرن ميونخ، الا انه كمان باريس سان جيرمان، وطبعا بايرن ميونخ احنا قلنا بيسعى للثلاثيه المحليه عشان يحققها للمره الثانيه في تاريخه، محتاج بايرن ميونخ الثلاثيه المحليه. في خبره طبعا في الفرق في نهائي دوري ابطال اوروبا، انه انا فريق معايا 5 بطولات، باريس سان جيرمان اول مره في تاريخه يوصل نهائي دوري ابطال اوروبا، يمكن عامل الخبره بيلعب دور برده. لكن باريس سان جيرمان قلنا عنده اسلحه كبيره، عنده مبابي وعنده دي ماريا وعنده نيمار، كل دي لعيبه ثقيله الحقيقه بتقدر تصنع فرق. ممكن نقول انه بايرن ميونخ كفريق طبعا نجم وفي نجوم، بس الحقيقه دايما باريس سان جيرمان بيعتمد على الاسلحه دي بشكل كبير وبتقدر تصنع فرق في اوقات حاسمه جدا، بيبقى محتاج الفريق جون ويخلص الماتش، ده كتير بنشوفه بيحصل. اعتقد ان احنا هنستمتع جدا على مستوى الفني وعلى مستوى ان احنا بنشوف كره قدم نهائي بقى دوري ابطال اوروبا، هنستمتع جدا بالمباراه دي ايا كانت النتيجه ايه. نتمنى ان شاء الله انها تكون مباراه ممتعه لكل المشاهدين، وهنروح دلوقتي لفاصل ولسه حلقتنا مكمله في السادس.